استلم صباح اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين من مسؤول جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية. استلم أسماء الطلاب الجديدين الذين تم قبولهم من جامعة الزرقاء بعد إخضاعهم للمعاينة للعام الدراسي الحالي. تقرير أرجون محمد أحمد. تشاد والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات متينة وقوية منذ قديم الزمان، سيما في مجال التعليم. وعلى هذا المنوال جاء هذا اللقاء الذي جمع أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين مع مدير العلاقات العامة الثقافية بجامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد صفوان العمري، وذلك بهدف تسليم أسماء الطلاب التشاديين الذين تم قبولهم بجامعة الزرقاء لمواصلة دراساتهم الجامعية. وهذه المنح خاصة لحاملي شهادة الليسانس والماجستير. جاءني الوفد وأكد بأن الطلاب قد تم قبولهم، وهذه القوائم الآن أصبحت جاهزة. ممكن أن ندعو جميع الطلاب الذين تقدموا للدراسة في الأردن أن يراجعوا أمانة الدولة لاستكمال إجراءاتهم والسفر إلى للدراسة في الأردن التي تبدأ خلال الفترة القريبة القادمة خلال هذا الشهر. ومن جانب آخر أوضح مدير العلاقات العامة بجامعة الزرقاء أن أهمية هذا اللقاء. تم إصدار القائمة الأولى أو القوائم الأولية للقبولات في جامعة الزرقاء. تحتوي هذه القوائم على 100 طالب، 99 طالب تم قبولهم في جامعة الزرقاء. ضمت هذه القوائم تخصصات الصيدلة والتحاليل الطبية والتمريض، ضمت أيضا تخصصات الهندسة المعمارية والطاقة والميكانيك، ضمت أيضا تخصصات الحقوق وإدارة الأعمال والإدارة واللغة العربية والترجمة. واحتوت تقريبا على كافة التخصصات المتوفرة في جامعة الزرقاء. في نهاية المناسبة قام مدير العلاقات الثقافية السيد صفوان العمري بتسليم أسماء الطلاب الذين تم قبولهم للالتحاق بالجامعة الزرقاء لنيل الدراسة رسميا إلى أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين. قدمت مساء أمس مؤسسة بديري للأعمال الخيرية جوائز للمتفوقين في الشهادة الثانوية دورة 2017 بهدف تشجيع روح التنافس والامتياز. جرت المناسبة بمركز المنى الثقافي هنا في العاصمة إنجمينة بحضور أولياء أمور الطلاب والعديد من المدعوين. تقرير محمد حسن آدم. جاءت هذه المناسبة بهدف تقديم جوائز للمتفوقين في الشهادة الثانوية العامة دورة العام 2017 من قبل مؤسسة بدير للأعمال الخيرية، حيث تم اختيار 30 من الفائزين حسب الدرجات والنسب التقديرية، وحاز في المرتبة الأولى الطالب علي أبكر آدم وتحصل على دراجة نارية، وتحصل كل من الفائز الثاني والثالث على جهاز كمبيوتر محمول، كما تحصل الرابع والخامس وحتى الثلاثين على أدوات مدرسية. وبدأت المداخلة بكلمة رئيس لجنة التنظيم حسين إبراهيم الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وتلته كلمة رئيس بديري للأعمال الخيرية الذي أكد في حديثه بأن الهدف من تقديم هذه الجوائز هو تشجيع الشباب وأولياء الأمور على الاهتمام بالتعليم ورفع من مكانة الطالب المتفوق. علينا نصر سلام أي نالك جدا يعد مانا ولا يدنا فلان ولا يدنا فلان. إذا مشكلة في البير كعيد مشكلة أنا سيا كل شيء علينا جائزين إن شاء الله بقدرنا نصوره. هذا وتخللت المناسبة عدة مداخلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمدعوين، كل أشاد بهذه البادرة التي تسمح للشباب على مواصلة الدراسات الجامعية وكذا المشاركة في دفع عجلة التنمية بالبلاد.